بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بيت حضراتكم البيت الكبير. زي ما حضراتكم عارفين بنكون مع حضراتكم دائما من يوم الحد ليوم الأربع. الحد امبارح الحقيقة كانت مباراة الأهلي وسموحة اللي هنبدأ بالكلام عنها. النهاردة بنبدأ الساعة 11، بقية الأيام 3 و4 بنبدأ مع حضراتكم من الساعة 10 للساعة 12، وعندي مفاجأتين كبار جدا بكرة وبعده، ده غير مفاجأة النهاردة. النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا أحد نجوم الكبار في النادي الأهلي، هتكلم معاه في أشياء كثيرة جدا 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 تخص النادي الأهلي واللي بيحصل خلال الفترة السابقة، سواء على اللي بيحصل في الرياضة المصرية، ونتكلم أيضا عن كرة القدم في نادي الأهلي. نجم الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل هيكون ضيفي في حلقة اليوم. بكرة إن شاء الله وبعده عندي أيضا مفاجأة كبيرة جدا بكرة، ومفاجأة كبيرة كبيرة جدا جدا بعد بكرة إن شاء الله، هنقول لحضراتكم وهتشوفوا البروموز اللي هتنزل على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة النهاردة أو الأسبوع ده هيبقى أسبوع مدافعي النادي الأهلي، الكبار هيكونوا متواجدين في البيت الكبير. البيت الكبير هذا الأسبوع الاثنين والثلاث والأربع مدافعي النادي الأهلي الكبار، تعرفوا النهاردة كابتن شريف عبد الفضيل، بكرة هيكون معانا نجم مفاجأة، وبعد بكرة إن شاء الله هيكون معانا نجم آخر ومفاجأة كبيرة جداً.